تجيب الحد هنا تما تمني ها لا صافي زيد زيد راه ضرب ديك البلاصه درعتي هذه اه درعتي هذه تحت التراكتور لا مازال ايوا زرع طيب غير زرع المهم الاخوان من بعد الفيديو اللي حطيت يعني حنا مازالين عاده نزرعوا الجهه الفوقانيه يعني لقيت بعض الاتصالات وبعض الاصدقاء يعني قالوا لي نوري النوع ديال الزريعه اللي زرعنا هي ديال الاخوان الفوراج حمر تبارك الله زين فوراج حمر مليح تبارك الله المهم الاخوان مع حنا دابا بغينا نديرو غير على حساب القسيل تنزرعو معاه الرويزه الرويزه تتكون الورقه ديالها غليظه وتتشد تبارك الله هي مزيان نطلبو من الله تيسير الله يدير الخير هادي هي الاخوان وانا غادي نوريكم الرويزه راه موجوده والفوراج حتى هو راه موجود بالنسبه اللي بغاها الاخوان يعني كاين واحد الاخ عنده شي بركه اللي بغا يتصل بيا ونعطيه النمره ديالو يتصل به تقريبا هو داير شي 8 دراهم الكيلو ولا 7 دراهم حتى 8 دراهم الكيلو هذا الخرطان تحياتي لكم الاخوان والله ما يسير انا غادي نوريكم الرويزه مخلطه هنا الاخوان فاش مخلطه و 60% ديال الفوراج تكون 41% ديال الشعير هذا اللي بغاه بالنسبه يديرو قسيل قسيل يعني فاش تيخرج تبارك الله تاي غير شهر 12 الى سخر الله ولا تاي يطلق فيه الغنم حنا تنقولو القسيل يعني الناس يقولو الاكلاس والله يسخر هذا مازال غادي نزيد ليه واحد شويه ديال الفوراج ونكمل الزريعة إن شاء الله تحياتي لكم الإخوان الله ما يسير الساعة عبد القادر مازال تيضاء تحياتي لكم هنا كنت باغي ندير غير فلوغ فاش دخلنا للبلاد وهضرنا شوية وصورنا شوية الغنم ولكن لقيت اتصالات الإخوان يعني الناس بغا يشوفوا الزريعة اللي زرعنا هنا هي هادي الإخوان اللهم بارك الاخوان دابا هنا راه دايز الكوفير انا حط فيها الزريعه وهنا راه مازال الزريعه ما وقفتش الاخوان كما تكون ضروري شويه ديال الشعير وشويه ديال الفوراج هذا الاخوان زرعناه ان شاء الله الى سخر الله نتمنوا من الله التيسير زرعناه على حساب الخرفان يعني يكون الخرفان ان شاء الله اللهم يسير حتى ديال الربيع الى جاب الله خير جاب الله الشتا تبارك الله دابا هذا عندنا واحد الشهر تهطى الارض الى جاب الله التيسير نتمنوا من الله التيسير
وتحياتي لكم الإخوان، أتمنى يعجبكم فلوق، اللهم يسر. هنا الإخوان العشية روحت كما تشوفوا معنا تبارك الله، نعجات لي والدي رجاء عند وليداتهم، هذه البركة اللي والدة. دعوا معنا الإخوان، تحياتي لكم، أخوكم راعي الغنم بالأطلس المتوسط يحييكم من منطقة أداروش، اللهم يسير. تحياتي للجميع، موعدنا إن شاء الله فيديو ثاني.